كوكب ضرب الأرض والناتج كان القمر. هذا ما حدث بالفعل، لكن قبل 4.5 مليار سنة. تخيل أن يحدث مرة أخرى الآن. أول شيء سيحدث، ستختفي شاشات التلفاز، ستتحول إلى اللون الأسود. الناس من الصين إلى أمريكا الجنوبية سيهرعون للاختباء في الملاجئ والأقبية. زلازل واهتزازات أرضية عديدة ستحدث. طواقم الطوارئ ستحاول جاهدة تقديم المساعدة. ستحدث هناك عواصف قوية ورياح شديدة، ستحدث براكين عديدة يصل عددها لأكثر من 50,000. سترتفع درجة حرارة المياه السطحية والجوفية، وستحترق الأرض وتشتعل بعاصفة نيزكية. مزيد ماذا لو؟